تعد الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي صدرت عن وزارة الداخلية صمام الأمان الأول للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وضمان سلامة المواطنين والمقيمين والمجتمع من هذا الفيروس، وهو ما تمثل في جملة من التعليمات التي جاءت تنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.